بطبيعة الحال نلعب مع نادي رياض صفاقس، فريق محترم جدا يلعب على أرضية ميدان وعبر التاريخ. راه ما كان حتى كي كنت ثاني ملاعبي ما كانوش سهلين المباريات الكل، سواء فزنا في صفاقس لهنا ولا تعادلنا ولا خسرنا، المباريات الكل باش يكونوا صعاب ما بين زوز فرق كبيرة في تونس. لكن الحمد لله عرفنا كيفاش نتعاملوا مع المباراة، عرفنا كيفاش نخرجوا بنقاط الفوز، كنا نجموا ممكن نخرجوا بانتصار أكثر سهولة نوعا ما من المباراة كيفاش كملنا، على خاطر جاتنا كورة ولا اثنين بعد ما سجلنا الهدف اللي كنا نجموا نقتلوا بهم المباراة بطبيعة الحال بلغة كورة. لكن مالوريزمون هذوما من نقاط الضعف نتاعنا اللي قاعدين نخدموا عليهم احنا كإطار فني، خاطر في كل مباراة نبداو فايزين وتجينا الكرة الأولى والثانية والثالثة ونضيعوهم. يلزمنا أنا قلت لك معناتها ديما نقعد ونقول مازالوا عندنا برشا نقايص سواء على المستوى الدفاع ولا على مستوى الهجوم، مازال تستنى فينا برشا خدمة. صحيح الحمد لله ما دامنا قاعدين ننتصروا ونجموا نصلحوا أمورنا في ظروف باهية، لكن غون برافو بصراحه للاعبين على الروح القتاليه اللي قاعدين نلعبوا بها اللي كانت غايبه نوعا ما في زوز مباريات الاخرانيين بالرغم اللي فزنا، لكن الروح كانت غايبه اليوم كانت موجوده في تيران صعيب. وميريت كبيره برشا للملاعبيه بصراحه اللي هما عرفوا كيفاش يسجلوا الاهداف، وخاصه عرفوا كيف في اخر المباراه كيفاش نستحفظوا.